Professor L.S. Bilibis. You are welcome, sir. I also welcome the past Vice Chancellor of Usman Danfodio University, Professor Sadio Oninkaidu. You are welcome, sir. We also welcome the presence of the Registrar of Usman Danfodio University, Malam Noura Bellco. We also welcome the presence of the Deputy Vice Chancellor of Usman Danfodio University, Deputy Vice Chancellor Academic, Malam, Professor Lawal Abubakar, and Dean of Students Affairs, Professor Aminu Modeko. So you are all welcome, sir, to the 34th session of Quranic recitation competition. The next reciter is Fatima Omar Aaron from Borno State. Fatima Omar Aaron from Borno State. Me karatu na gaba ita ce Fatima Omar Aaron daga jihar Borno. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو
إن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا اضرب لهم طريقا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير
بصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد قوة كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأن